الموحدة تخذل القدس وناخي بها، هذا هو المقال عفوا للأستاذ الدكتور يوسف رزق الأكاديمي الفلسطيني. معنا دكتور يوسف عبر الهاتف، أهلا بك دكتور. بكم السيدة والسادة المشاهدين. أولا اسمح لي دكتور بأن أستغرب من استعمالك أولا كلمة الخطأ عند حديثك عن تصويت القائمة الموحدة من أجل عدم إنشاء قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية في القدس. البعض يرى ما تقوم به القائمة الموحدة لا يمكن وصفه بالخطأ، هو الخطيئة، والبعض وصفه حتى بالجريمة. الحقيقة يعني في الاستخدام للمصطلح أنا أراعي مشاعر الآخرين من أكتب لهم، وبالتالي الحد الأدنى هو ما أستخدمه في الألفاظ والأوصاف، وبإمكان الآخرين أن يستخدموا الخطيئة والجريمة في هذه المسألة، لأن المسألة في نظري تتعلق بالقدس وتتعلق بالفلسطيني كمواطن وبالقدس كمكان مقدس وبالموقف الأمريكي الحالي لبايدن الذي يريد أن يساعد الفلسطينيين من خلال فتح القنصلية لتقديم الخدمات المناسبة لهم، مع أن الموضوع يحمل دلالة سياسية معينة ولكنها ليست واضحة كثيرا، لكن هي واضحة للمتابعين كما هي واضحة لحكومة الاحتلال بشكل كبير. لذلك سيختلف الناس في التقييم، بعضهم سيستخدم لفظ الخطأ والبعض الآخر الخطيئة أو الجريمة، لأنه أصلا القائمة المشتركة العربية في منطقة الشمال أحمد الصيد ومجموعته أيضا انتقدوا موقف الموحدة واعتبروه نوع من المداهنة والتماهي مع اليمين الإسرائيلي بما لا يضر. وكان من تأثير وتداعيات ذلك أن شرطة الاحتلال قررت أن تقوم باستئجار شركة خاصة لحراسة منصور عباس اللي هو رئيس القائمة الموحدة. طيب بعد هذا التصوير دكتور يوسف، هناك نفور من الجمهور العربي داخل الأراضي المحتلة لما تم يعني الاحتياطات الأمنية واستئجار شركة خاصة. دكتور يوسف بعد إذنك، دكتور يوسف سؤال يطرح نفسه، ما الذي يحرك، ما هي خلفية القائمة الموحدة، إلى أين تريد أن تصل؟ أعتقد أنه وجه الخطأ عند القائمة الموحدة أنها تريد أن تحافظ على وجود سياسي داخل الحكومة وفي الكنيست، ومن ثم تحقق بعض المصالح الشخصية لسياداتها دون الالتفات إلى الضريبة العالية والباهظة التي تدفعها من أجل البقاء في الائتلاف الحكومي في هذا المجال، وهي ضريبة للأسف من جيب القضية الفلسطينية ومن جيب الناخب الفلسطيني الذي صوت للقائمة الموحدة في منطقة الجنوب. كان الأولى أن يجري منصور استفتاء سريعا ولو على وسائل التواصل الاجتماعي مع الناخبين الذين صوتوا له، هل سيقبلون أن يصوت كذا أو كذا، وبالتالي سيصل إلى رأي غالب وأرجحه أنه رأي يرفض هذا التصويت حقيقة. طيب دكتور يوسف، أيضا تحدثت عن القائمة العربية المشتركة، وهنا يطرح سؤال أيضا ممكن هو يعني غير منطوق في المقال ولكنه بين الأسطر، ماذا تفعل هذه القائمات في المشهد السياسي الرسمي إن صح التعبير الإسرائيلي داخل الكنيسة وأيضا حتى داخل مؤسسات أخرى؟ هو الحجة للقوائم العربية داخل الخط الأخضر في المشاركة في الائتلافات الحكومية وفي التواجد في الكنيسة، الحجة المنطقية عندهم هي تتعلق بتقديم خدمات للجمهور العربي داخل الخط الأخضر والمحافظة على وضع يعني يكون قابل للتعايش في هذا المجال، بينما هناك أطراف أخرى داخل الخط الأخضر يرفضون هذه المشاركة ويرون أن هذه المشاركة فيها يعني إساءة للمواطن العربي داخل الخط الأخضر لأنه مواطن محتل تحت الاحتلال،
وأن الكنيسة لم يعطي الجمهور العربي العدالة والمساواة التي يطالب منها بها منذ عام 48، وبطالب بالعدالة والمساواة، وأن تكون الأراضي الفلسطينية المحتلة اللي تسمى إسرائيل الآن لكل مواطنيها. الجانب الإسرائيلي يرفض أن تكون الدولة لكل مواطنيها والأرض لكل مواطنيها، وبالتالي هناك تمييز شديد جدا وعنصري في هذا المجال، وهناك مقاومة لفكرة يهودية الدولة القائمة على التمييز وحرمان المواطن العربي من حقوقه في العدالة والمساواة كمواطن يحمل الهوية الإسرائيلية. هو أصلا حتى الحديث عن فكرة المواطنة داخل فلسطين المحتلة أيضا يطرح إشكالات أخرى، ولكن القائمات العربية، وقلت أنت أنها تريد أن تقدم خدمات للمواطن العربي وتحافظ على حقوقه، ولكن على طول مسار وجودها داخل الكنيسة أو حتى في الائتلافات الحكومية لا يوجد أي تقدم في هذا الملف، يعني لازال الاستيطان، لازالت الاعتداءات، لازال التهجير، عن أي خدمات ممكن تقدمها؟ يعني أن يتحصل على دفتر علاج أو أن يتحصل على امتياز عند ركوب الباص، يعني أي خدمات نتحدث هنا؟ أنا أعتقد أنه هذا الملف يحتاج إلى مراجعة شفافة وموضوعية على المستوى الداخلي للمواطن الفلسطيني وعلى مستوى النخب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لتصحيح المسار، لأنه فعلا هذا الجانب الذي تفضلت به بسلبية التواجد، هم يزعمون أن هناك في إيجابية التواجد، لكن المواطن داخل الخط الأحمر لم يلمس هذه الإيجابية. فعلى النخب داخل فلسطين المحتلة أن تلتقي معا وأن تراجع، وليس عيبا أن تراجع موقفها مراجعة جذرية ومراجعة تكتيكية أيضا، ليصلوا إلى شيء يحقق للفلسطيني المواطن الذي هو داخل خط الأحمر الأخضر أو المواطن اللي في الضفة الغربية أن يحقق له أكبر قدر ممكن، وإلا فلا داعي للبقاء في الكنيسة إذا كان التمييز العنصري سيستمر إلى ما لا نهاية ويتطور ويكون متبجحا أيضا في رفضه للحقوق الفلسطينية المشروعة. أستاذ دكتور يوسف، أختم معك عنوانت مقالك الموحدة تخذل القدس وناخبيها، ليست الموحدة فقط من خذلت القدس وناخبيها دكتور. هو حقيقة هي المناسبة اقتضت أن يكون العنوان مقتصرا على الموحدة، ولكن كثيرون هم الذين خذلوا القدس والناخبين، وبعضهم في النظام العربي معروفون، وكذلك في النظام الفلسطيني أيضا من خذلوا القدس والناخب الفلسطيني، والمشاعر الوجدانية التي يعني تسود الوسط الفلسطيني الشعبي، هناك حالة خذلان كبير جدا، ولذلك فيه درجة من الإحباط حتى أن المواطن لم يعد يصدق هذه المستويات القيادية ويتمنى أن يحدث تغيير وأن يأتي من يقودون السفينة إلى بر الأمان، ولذلك تتعثر الانتخابات الحرة والنزية سواء داخل فلسطين أو داخل البلاد العربية والأنظمة العربية. لو وجدت انتخابات حرة ونزيهة لا حدث التغيير من خلال صندوق الاقتراع، لكن المتشبثون بخطائهم وخطيئتهم والمتشبثون بمراكزهم يعرقلون الإرادة الشعبية. أشكرك دكتور يوسف رزقة الأكاديمي الفلسطيني، مقالك الموحدة تخذل القدس وناخبيها في موقع فلسطين أونلاين، شكرا لك دكتور.